بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم في آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، والله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الخطاب طبعا في الآيات لكفار قريش وكفار المدينة، ولكن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. فالنص يواجه الكفار بأنواعهم، ولكن إذا كررنا كلمة الكفر، والقرآن كرر كلمة الكفر، فالكفر له ضوابط، ليس كما يفعله بعض الجهال الذي لا يدين برأيه والذي لا يأخذ برأيه ونظرته يعتبره كافر وضال مضل، وقد يكون هو كافر لأنه يجهل دين الله. وأضرب لكم مثالا على ذلك. أحد الأشخاص رأى يهودي فقال له: أسلم يا يهودي. قال: ماذا أسلم؟ فأخرج من جعبته خنجرا وقال له: أسلم أو أقتلك. قال: يا أخي دينكم ما بكره الناس على الدين، ليش تقتلني؟ قال له: لا، لك تعلمني ديني، يا بتأسلم يا بدأت بحك. رأى منه التصميم، قال له: خلص بأسلم، ماذا أفعل، ماذا أقول؟ قال له: لا أعلم. فعلم هذا اليهودي أن هذا جاهل. قال له: أسلمت. قال له: روح اذهب. هكذا يظن بعض الناس الإسلام أسلمت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى تروا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان. لتكفر إنسان أو يقول عنه كافر ينبغي أن يعلم الأدلة من الآيات والسنة وأقوال العلماء التي تبين أن هذا التصرف وهذا الكفر. مثلا أن يقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله، إلى آخر الآيات. فالاحتكام إلى الله والاحتكام إلى الرسول في كل جوانب الحياة، لا في كل نظام الحكم. في مشكلة أن بعض المسلمين اليوم يفهمون أنه إقامة حكم الله فقط في التشريعات فقط، هذا حكم الله فيما يخص دولة معينة. حكم الله يقام في كل جوانب الحياة بالنسبة للمسلم، في علاقته مع زوجته، في علاقته مع أولاده وتربيتهم وحثهم على الصلاة، في علاقته مع الآخرين، في أخذه في عطائه، لا يأخذ إلا حلال ولا يعطي إلا حلال، ويبيع سمحا إذا باع سمحا إذا كل يجاهد في سبيل الحق، يبين الحق. الجهاد ليس فقط بالقتال، إنما بدعوة الناس إلى الحق. فينبغي أن يفهم كل مسلم الحق ويدعو الناس إليه، يبدأ بنفسه وبآل بيته. فهذا هو الإسلام وهذا هو الجهاد. فعندما ينحرف الإنسان، إذا كان انحرافه يؤدي إلى الكفر أو علائم الكفر ظاهرة، يكفر. كما قلت لكم في حلقة سابقة أن أناسا يزعمون أنهم ما كفار مسلمين، وأقول لك: هذول التكفيرين عم كفرونا. لا، هذول ما التكفيرين يكفرونهم. قلت لكم أن هم أظهروا الكفر بأشنع أصنافه، من استباحة دماء المسلمين ومن التقتيل ومن الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل. فربنا سبحانه وتعالى عندما يقول: قل يا محمد ويا من آمنت بمحمد ودعوت بدعوة محمد، قل لليهود ولغيرهم من الكفار بأنواعهم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. اطمئنوا أيها المؤمنون، إذا كنتم مؤمنون حقا وتخلصون في جهادكم ولا تتعدون حدود الله من أخذ أموال الناس أو غير ذلك، وتفهمون مهمتكم التي خرجتم في سبيلها، الله سينصر الحق وسيغلب الكفار. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، مو بس الدنيا، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، بئس ما مهدتموه لأنفسكم من النار. قد كان لكم آية عبرة وعظة في فئتين
التقطه. فئة كافرة هي قريش، وفئة مؤمنة هي المؤمنون. التقطا في بدر. الكافرة أضعاف المؤمنين، الكافرة مدججة بالسلاح، المؤمنون عندهم السلاح التقليدي اللي خرجوا 300 شخص من أجل قافلة ليمنعوها من المرور في منطقة نفوذ المسلمين. قد كان لكم آية عبرة وعظة، في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وفئة كافرة وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. فمن قاتل في سبيل الطاغوت لا يظن نفسه أنه مجاهد في سبيل الله، ولن يكون شهيدا، وإن سمى نفسه أو سموه شهيد ورفعوا للأعلام وحطوه على الرؤوس وسووا دعاية شهيد. الشهيد الذي نص الله ورسوله أنه شهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأما من قاتل لتكون كلمة فرعون أو كلمة فلان هي العليا هي المتسيطر على الناس هذا إرهابي وليس شهيد. إذا مات إلى جهنم وبئس المصير، هو وزعيمه الذي يحبه ويقاتل من أجله بإذن الله، هكذا يخبر الله وهو أصدق القائلين. وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. الله جعل الكفار يرون المسلمين أكثر منهم، لماذا؟ ما الحكمة؟ من أجل أن ينهزموا في نفوسهم، يخافوا. يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إذا أراد أن يؤيد المؤمنين وكانت الحكمة والمصلحة في ذلك نصرهم، لأنه يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لعظة موعظة لأولي الأبصار، لأصحاب البصائر. الأبصار هنا ليس مراد بها البصر العين، إنما هو البصيرة في القلب. أصحاب البصائر والعقول يدركون أن الأمور بيد الله وأنه هو الناصر، فيتولون الله ورسوله بالطاعة والاستقامة والجهاد وبذل الجهد وبذل المال حتى والعفة عن المحرمات من البال وغيره، حتى ينصرهم الله وسينصرهم بإذنه سبحانه وتعالى، وسيغلب الكفار. وهذه بشارة من الله تبارك وتعالى للمؤمنين. نرجو الله أن يجعلنا من المؤمنين وأن نتمسك بحبله المتين وهو الصراط المستقيم وهو القرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين.